قصص نجاح السوريين تتكرر في البلدان التي حطوا بها الرحال بعدما أجبرتهم الحرب في وطنهم على الرحيل. في الخرطوم واحدة من هذه القصص، حيث رفض محيي الدين الشامي أن يطلب مساعدات من منظمات الإغاثة وقرر ممارسة حرفته التي جاء بها من بلده وهي تنجيد السيارات. في ناس قالوا لي اسجل بمركز الإغاثة، بيعطوك إغاثة، بيعطوك كذا. ما لقيت أنا ما ظابطة بترتيبات، أنا عدم مؤاخذة بإيدي مصلحة ومصلحة ذهب، ما إني والله على مؤاخذة أحمد إيدي ولا أطلب مساعدة ولا أطلب مؤازنة من حدا، ونحن كنا ساتنا نساعد الناس. ووفقا لإحصاءات رسمية حكومية سودانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في السودان 250 ألفا، ويعمل هؤلاء اللاجئون في مختلف المجالات. الشعب يمارس حياته اليومية بشكل دقيق جدا جدا، ودائما تلقاه ميال للعمل وميال لتجويد المهنة بتاعته. عشان كده كان الوجود السوري في السودان كان وجود فعال ووجود جيد. ويلقى اللاجئون القادمون من سوريا ترحيبا رسميا وشعبيا في السودان، مما شجع مزيدا منهم على المجيء إلى الخرطوم، بينما يبقون مثار إعجاب في عدة بلدان نظرا لنجاحهم في التعايش رغم كل الصعاب.